سوري حمادو هو أحد أبرز مشجعي منتخب بوركينا فاسو منذ 9 أعوام، وهو يطور هذا الزي الذي يرتديه. أصدقاؤه يطلقون عليه جالب الحظ، وهو الآن أسعد المشجعين، فمنتخب بلاده الملقب بالخيول هو مفاجأة كأس إفريقيا الحالية. أنا متأكد من أننا سنفوز على مصر ونصلي يومياً من أجل ذلك. بوركينا فاسو ستنتصر، الخيول سينجحون في الوصول إلى النهائي، هكذا يردد وبثقة كبيرة أنصار منتخب الخيول. المنتخب المصري فاز بكأس إفريقيا 7 مرات. الحارس عصام الحضري يعد أكبر لاعب في صفوف الفراعنة، وهو في عامه 44، وحاز على الكأس 4 مرات مع بلاده، والآن هو قدوة اللاعبين الشباب. وإن شاء الله الجيل ده من نفس إن هو بادئ إن هو سنه صغير، بادئ إن هو عايز يعمل حاجة لبلده، دي الحاجة الحمد لله اللي إحنا يمكن بتتربط فينا، بما فيها معانا جهاز فني على مستوى عالي، بيقدر إن هو يقدر يقرأ كل مباراة، وبيقدر إن إحنا يوصلنا إن اللعيبة بتوصل لأبعد مدى، إن كله مركز وعنده هدف واحد، إن إحنا إن شاء الله نحقق البطولة إن شاء الله، بدايتها بكرة إن شاء الله، ماتش بوركينا فاسو. رغم ذلك يريد صوري حمادو وأصدقاؤه حسم المواجهة لصالحهم، ومن المتوقع أن يصل عددهم في الملعب لأكثر من 1000 مشجع لبث الحماس في الخيول.